تصطادها 800 كيلو. وبناء على الإخبارية تمكنا من حج الشاحنة وعلى متنها مجموعة من الرزم التي تحوي أكياس بلاستيكية المحظورة، فقمنا بخفر الشاحنة إلى مركزنا لاستكمال الإجراءات ذات الصلة، وعليه قمنا بإخبار السيد أمير بصرف الجمارك بمكتب طنجة المدينة الذي قام بدوره بإخبار النيابة العامة المختصة لاستكمال المتعين قانونا. عملية الحجز أسفرت عن حجز ما يقارب 3 أطنان من الأكياس البلاستيكية المحظورة.